مرحبا. اهلا عسلامة، لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. اليوم مانيش باش نطرح عليك حتى سؤال، جوست انت قلت لي يعطيني الميكرو خليني نحكي، باش نخليك الميكرو واحكي. لا شوف، احنا توا في العصر هذا خرجنا مك العصر بتاع موسى والسحرة اللي يرهبون ابصار الناس وكذا كذا، توا وصلنا في عالم اخر اللي هو شنو توا. في بالكم احنا اغلبيتنا احنا توا منومين مغناطيسيا وما نش القيم برواحنا. فيش منومين مغناطيسيا؟ منومين توا التنويم المغناطيسي، صدقني اغلبيه الشعوب توا كلها منومه مغناطيسيا. قمنا نلقوا رواحنا نسخوا المال، توا كنا فهمني مبطشين على المال، منومين مغناطيسيا للمال ماني. العصر هذا سيدي بتاعنا توا ولينا معش، انا ولد ولا يبيع بوه على المال، ولت المرأة تصرخ اعطيني المال اعطيك الحنان، المجتمع الكل توا المال هي يحتاج مقابل، ولينا بالحق اننا منومين منومين مغناطيسيا للمال، فهمت؟ اي واحد توا بالحق يسأل روحه السؤال هذا، يشوف روحه اسكو عادي هو ولا تلقى روحه ولا. والمشكلة في المال هذا ماهوشك المال بتاع قبل، راهو مقدر ذهب وكذا، ليه توا اوراق، وقت الاوراق هذيك قاعدة ترخص مع ترخص قيمتنا، يعني نفس المجهود اللي قاعد نعمل فيه انا 10 سنين التالي كان معيشني، توا المجهود هو هو لكنه ماهوش معيشني، قاعد نرخص انا كما قاعد ترخصك الاوراق هذيك، مجردك الاوراق هذيك اللي قاعدين يتبعونا فيها ويحطونا فيها، ولينا نبيعوا في رواحنا ونشروا فيهم، فهمتني؟ قلت المرأة تسرق اعطيني المال واعطيك جسدي، في العصر هذا بتاعنا ولا كل شيء يتباع ويشترى، بك المال هذاك بك الماني، ولينا كنا توا ماني ماني. تحس روحك عادية، ما نحس من يقوم الصباح واحد هو يجري ويلهط اعطيني المال، اي وكل الموظف ولا فهمني ابيعه شرفي واعطيني المال بالرشوة بكذا، فهمت؟ ولينا مجتمع مبطشي على المال والعالم كامل، وقت اللي هما يلعبوا بينا كيما الدمى المتحركة ال 20 بشر ولا 30 بشر في العالم كامل قاعدين يسيرونا في مصير، قلت انا نجري ونسقى نهار كامل ومانيش خالط على قوت يومي، وقت اللي المجهود بتاعي هذا كان قبل 10 سنين وكذا مكفيني وكذا، فهمت؟ لكن اي هذا هو اللي حبيت نقوله. نجم الانسان يتشرى بالفلوس؟ يا بني تو كل شيء يتشرى بالفلوس، يتشرى بالفلوس مال شنو؟ ولا ما عادش راهو انت تو يشروك وك العبد القصري والكذا، لا تو العباد تبيع في رواحها، هات المال وخذ شرفي. نحكيو على المبادئ والقيم. ما عادش مبادئ وقيم، تو كل شيء ماني. مال. يحيى المال. تو هذاك هو اله يعبد، اله اي اله. اخي تو انت ابراهيم الخليل قال ان نسكي ومحياي وماتي لله، ما هكا ولا تو ان نسكي ومحياي وماتي للمال، ما عادش المفهوم هذا. اش قلت لك انا منومين مغناطيسيا؟ هو يقول لك المثل حط الفلوس على فم الميت يضحك. يا بنتي مش حط الفلوس على فم الميت، احنا تو قلت لك وليد تو انت حنان، يعني معش انا حتى الزوجه قدم لك فمني معش انا مشاعر واحاسيس على قد ما تمد مصروف، مصروفك باير الاحاسيس المشاعر تمشي على قد، فهمت؟ اولادك يخذوا لك مال، انت بيدك تقوم الصباح مخك مشرجي هات المال، ما عادش لا فرائض لا دين لا كل شيء كوتي، توا ولا المال هو السيد الموقف، وهذيك هي سبب نكستنا. هو المال وسيله باش نعيشوا به. يا بنتي توا لا غايه، ما عادش وسيله، تحكي على عهد قبل، راهو عصر الرجال هذا كان المال فيه وسيله، في عصر المخنثون اللي احنا فيه الاغبر هذايا ولا غايه المال. ما عادش وسيلة لله، ما عادش وسيلة، تو كل شيء بالمال، تو تتقوم أنت بما تملك، عندك 1000 دولار راك عندك كيما نقولوا احنا 1000 دينار، راك قيمتك 1000 دينار، عندك فهمتني مليون دينار، قيمتك مليون دينار، قيمتك بما تملك، هل تحكي فيها هذا كله مشى مع الزمن الغابر، مشى مع عصر الرجال لله. باش نبعد توا بيك، باش نبدل الموضوع، مش باش نبعد بيك، تو ديما تعمل فرق ما بين عصر الرجال وعصر المخنثون، شكون هم المخنثون عندك أنت؟ شوف انا يعني اي حاجه عكس الرجال هي المخنث، هي عكس الرجال ما شنو الرجال، راهي شهامه كرامه صدق معش انا الولاء للوطن الولاء لله للفرائض ودين وهذاك كله، هذاك كله مفهوم الرجال، رجال فهمني عندهم الصدق، كون صادق مع نفسه ومع اللي خلقه ومع المجتمع وكذا، كي تنحي هذا كله ما فيهوش، وللسم في المخنثون ما يمنيش شكله كذا كذا، مانيش نحكي بالباب هذا ما تفهمنيش معناه نحكي على لا 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 مانيش نحكي على، ينجم يكون معش انا كذا وعنده صفات فيش ما تعرفش كذا فهمن باهي اخرجي بيا من الموضوع هذا، ما يسالش خلنا نعرف نحكوا على صفات، انا شنو اللي يجمعني بينك وبينك هي خلقك واخلاقك، هذه الصفة اللي قاعدين نتعاملوا بها، إذا كانت أنا عدم الخلق والأخلاق وقتها نولوا نحكوا في شيرة أخرى، فهمت؟
خلينا في الصفه والاخلاق. الصفه والاخلاق بتاع المسمي على الرجال توا انعدمت، فهمت؟ الصفه هذه والاخلاق انعدمت تماما، اما خلينا نقولوا قلت. يا بنتي مازالت عند 4%، ماكم انتم تحبوا تتجنبوا. لا لا، هاني نقول، هنا نقول الكلمه كما هي، فهمت؟ مازالت عند 4-5%، نسبه قليله، فهمتني؟ هي هذاك هو، هي والحياة. الحياة مو شعبة من شعاب الإيمان، ولا هي وين الحياة؟ وين هو الحياة بنتي؟ وين الحياة اللي قاعد تشوفي فيه؟ الكل مربوط ببعضه، فهمت؟ ما نجموش نقولوا زاد رجل وما عندوش الحياة، ما يجيش رجل، لازم توفر فيه الحياة والصدق، لازم يكون الرجل يحشم على روحه ويحشم على عمره ويحشم على صفته. شكون الحياة والحشمة كيف ما حكيت أنت وجهها كان للطفلة، معناها كأنها صفات المرأة كهو. يا بنتي واحد الساعة قبل ما يستحي من العباد يستحي من اللي خلقه الساعة، فهمت؟ استحي من اللي خلقك الساعة. شوف اسمعني، من دخل هو صحيح المرأة والرجل هو يعني باش نتعايشوا صحيح، أما لا استحي الساعة من روحك، واستحي من شلاغمك ولحيتك، واستحي الساعة من صيفتك أنت ومن بعد تو نحكوا، واستحي من اللي خلقك قبل كل شيء. لا محمد رسول الله. على كل حال في العصر بتاع الرجال كانت العباد تستحي من رواحها وتستحي من رجال، توا ما عادش خايتي، توا عصر المخنثون، ما يستحوش ما يحشموش، هذا هو عصر المخنثون اللي جينا فيه. شنو مثلا باش يستحي ويحشم؟ يا بنتي ما كل شيء مباح، من شنو باش يحشم؟ كل شيء مباح، كل شيء مباح، من شنو باش يحشم؟ كل شيء مباح، والطرف اللي مقابله زاد هو بيدو ما يحشمش. هي هذاك يعطي في الرشوه والاخر ياخذ في الرشوه، شكون نحشم من صاحبه ولا؟ ونساء ورجال وكل على بعضه، يعني احنا مانيش قاعدين نلوم ولا لا، كيف كيف الخلل في الزوز توا ولا؟ فهمتني؟ الخلل في كل بلاصه تقول انت. لا الخلل في الزوز توا، شكون عاد وماهوش حاشم حتى من ولاده وكذا. ياك شوفي حتى في ولادنا في عائلاتنا كيفاش ولينا نعيشوا بالضبط، ما عادش انا مبطشين كما قلت لك انا على المال وثقافه القتل والهجوم، ويدي دخلنا في ثقافه خايبه ولا بالحق. ولادنا من اللي هو صغير وانت شنو تربي فيه؟ كان في عيد يهدي له مكحله دبابه طائرات، يا ودي هم ازرق ولا نعيشوا فيه من الصغر مباتشين لعبه ذيك، هي لعبه مباتشين بعضنا على العنف، على العنف بالحق. هي تصوري ولد الاخر برشاش، ولاد صغار رشاش، اقتل اقتل يا ودي، قلت لك المال والقتل و... ها هو العصر الاغبر اللي جينا فيه، ها هو العصر الاغبر اللي جينا فيه. ايش تبي تحكي؟ انت ضد اللعبه ذيك زيدا يا بنتي، ما هي ثقافة كاملة هي. الطفل الصغير شنو ياخذوا له في العيد؟ اقترح. يا بنتي احنا مش حكاية شنو ياخذوا لك، احنا الثقافة اللي قاعدين يوصلونا فيها هي ثقافة المال والقتل والهرج. بحيث أنه الكرامة الإنسانية ما عادتش، انعدمت. الإنسان ولا صرصار، ما عادش إنسان، صرصار. صدقني صرصار، خنفوس الإنسان ما عادش. يقتل 100 ولا 200 منه عادي جدا. قلت لك وكانه لا يسوى، ماهوش انسانك. الروح البشريه ما عادش تسوى. الروح البشريه ولات لعبه توا، انت شوفي حتى المسلسلات قتل، كل شيء قتل في اللعبه، فري فاير قتل، اقتل على قد ما تقتل على قد ما انت تربح نقاب. قلت لك فهمت ايش قلت لك؟ دونك العباد تنومت مغناطيسيا، عش قلت لك انا رانا منومين مغناطيسيا، فهمت؟ ما عادش انا من التلفز من كذا، فما حركه تعملت قاعدين ما عادش انا يسيروا فينا، فهمتني؟ اللي هو شكون الله اعلم. شنو تنصح تو؟ ننصح كل واحد يفيق، يحس روحه يعمل هكا يحاول يفيق، راك ممول مغناطيسيا للمال للعنف مع الشانه. يا بنتي تو تقطع الكياس تو تشوف يسبك السبان عادي عادي، مع الشانه ثقافه السب، ثقافه الهمجيه نعيشوا فيها، فهمت؟ في المجتمعات وتخزي اللي يقولوا عليها ما انا كفار وكذا كذا، تلقاه مع الشانه توا. ما انت في المانيا يعطي الولد في العيد نوال يجيب له مكحله يجيب له درش نوا، كان عندنا نحن ما فهمتش انا، اي كان عندنا نحن العقول هذه البسيطه، فهمت؟ دونك نوم الصراصير هذوما، احنا اللي سموا فينا الصراصير، اي بالحق صراصير احنا صراصير، مال شنو ولا شنو احنا شنو المواطن التونسي ولا شنو وشنو تسمي فيه من اصله؟ صراصير يسمى، صدقني صرصار. اي اخذي العباد بيت البرة وكأن مبني للبرد. يا بني تو انت بشر مرا كبيرة راجل كبير بيت البرة مطيش لا مني وبالي بيه، شنو هذاك؟ تقول تحب تقول مجتمع الصراصير؟ يا بنتي ما قلت لك عاد اللي عنده اللي ما عندوش محاسبينه صرصار.
بالحق وصلنا في عقلية كونه ما نخزل الإنسان كيف يتألم ولا أبالي، لأنه ولينا ما عادش نخزل، جردنا من الإنسانية، ولينا نخزل خاصة ذاك المحقور صرصار، ولينا نخزل الكلمة محقور صرصار يا بنتي، اللي ما يحبوش يقولوه الاعلام، واللي ما تحبوش يقولوه الدول وكذا كذا، هاني قلت انا الانسان في تونس ما عندوش ولا صرصار. يحيى الصرصار. وقت اللي هو السر عندك الصرصار هذاك، يحيى الصرصار وبحول الله تلا باس وربي كريم.